تصدرت صورة محمد صلاح واحتفاليته بتسجيل الهدف رقم 99 مع نادي ليفربول، تصدرت السوشيال ميديا لأكثر من سبب. الأول أنه هذا الهدف خلاه يكون الأول بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والثاني أنه صار على بعد هدف واحد فقط من تسجيل 100 هدف بقميص ليفربول في البريمير ليج. أما السبب الأهم فهو تعليقات كثير من المتابعين على الصورة اللي ظهرت فيها عضلتين شكلهم غريب على جانبي صدره. البعض شاف أنه صلاح عمل مجهود كبير في الفترة الأخيرة في تطوير بنيته البدنية، والبعض الآخر علق تعليقات طريفة. وإحنا عشان نعرف إيش هذه العضلة بالضبط سألنا الأستاذ فؤاد عبد الفتاح المحاضر في جامعة الملك سعود والمختص في التدريب الرياضي. العضلة المنشارية الأمامية أو السيراتوس انتيريور ماسلز، سميت أيضا في بعض الناس يسموها العضلات الجناحية أو الريشية لأنها تشبه الريش. هذه العضلة تنشأ من عظمة اللوح بس من الحد الأنسي الداخلي لعظمة اللوح، وتستقر هذه العضلة على الأضلع التسعة أو العشرة الأولى في الصدر، تبدأ من الخلف تتجه للأمام إلى منتصف الأضلع من الواحد للعشرة. ممتاز. طيب إيش هي التمرينات اللي عملها محمد صلاح حتى يوصل لهذه العضلة، وكم ساعة يوميا يتدرب؟ تمارين كثيرة، فنبدأ من تمارين الحائط. مواجهة الحائط هذه أكثر تمارين تواجه الحائط، مواجهة الحائط ورفع اليدين لأعلى من مستوى الرأس ودفع الجزء للأمام. مسند، تحط يدينك تحت الكوعين وتقوم بدفعها لأعلى، تحريك المسند لأعلى صعودا فيقوم بهذا التمرين. أما في تمارين أخرى باستخدام الحديد والدامبلز، هذه الأقوى، هذه اللي تظهرها وتخليها بشكل واضح. من أشهر التمارين الوقوف، حمل وزن اليدين ممدودتان للأمام ورفعها لأعلى باستمرار وخفضها وتكرار ذلك. شكرا للأستاذ فؤاد.